ادعمونا بلايك للفيديو واشتركوا في القناة فهذا يدعمنا كثيرا. صلى على الرسول شباب، صلى على الرسول. بسم الله. طبعا الملعب، المباراة على ملعب ريال مدريد تحت غياب راموس وفاران. فاران تي قبل المباراة بشي بساعات اعلنوا اصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 سارس. فيب بسم الله. اوه مدريد جاهزين جاهزين من البداية على اوه ماي جاد. تكلم فيه أوكي. والله اجواء الشامبيونز ليج الله النشيد. ابو مكة احنا ابو مكة ابو مكة على فوهة القمم، عين على ثلاثاء وعين على سبت، وما بينهما يا زيزو ريالك على فوهة القمم. شباب صراحة ما سجل ريال مدريد اوكي، صراحة بعد المباراة راح يسجل ليفربول، لكن ما يهمني خسر ولا فوز عادي يا شباب، احنا اصلا برا الابطال، فانا اسجل برشلونة فمن يلا نسجل ليفربول فعادي اوكي. ما حد يقول لي يبلع بخصم عادي، تعال قول لي يبلع لما نخسر بالكلاسيكو اوكي احسن. وقت كلتهم اي طبعا فان دايك قمز مو جديد، فمحمد اوزان كباك وفيليبس هذيل بطء لدرجة. احلى ابو صلاح يا رقبة. بنزيما اهدى اهدى اهدى، تشوف باليسار برا منطقة الجزاء كذي اهدى. والله والله ضغط ريال ايه. اهدى 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 ريال ريال اهدى اهدى شباب، ريال مدريد بس لازم يهدون هذا الشيء اللي بيهم. طب ريال مدريد شكلتهم يعني فران ميليتاو مندي فاسكيز حارس كورتوا احلى راموس، شوف قاعد تشيز تابع. مودريتش كروس كاسيميرو الهجوم اسينسيو فينيسيوس كريم بنزيما. قوم 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 دور على بلنتي قوم. فاول والله ما ادري صراحه. اوف فينيسيوس راس شاطه صح يا براس، والله هذيك ما ادري اذا فاول ولا ما ادري صراحه. اوف والله لو مرت والله يا شيخ لو مرت. جونيور حلوة حلوة محمد جوزان كباك والله شوف الكلب. دفاع اليو ساديو ماني ساديو اس المهارة الفردية الدفاع تمخض ميليتاو فولد. يا اخي هذا دفش يطق ولا يحب يمثل، يطق ويحب يمثل. حلو حلو ابراهيم قدم لك يا ابراهيم. يا لنا بعد يحطون جول بهالطريقة بعد روح يا زلمة. والله حطها فينيسيوس كروس الباص هم الجول لا فينيسيوس تقريبا واخيرا سجل واخيرا سجل. والله الباص كروس يا شيخ اوكي 1-0 دقيقة تشي من العشرينات يمكن 26 جول اوكي. اهدى فينيسيوس يا حبيبي اهدى، ترى قاعد تلعب بحارس اليسون مو قاعد يلعب بكاريوس. ايه يا حبيبي يا ولد هذيلا شوتوا عدل، ترى حارس هذا قوي اليسون، ايش فيهم شي كنا قاعد يلعبون مع اختهم مع اخوي. ايه شوت عدل يا حبيبي. روح روح كريم روح. يعني فرصة فيليكس يقول لا فرصة والهدف الثاني، الهدف الثاني للريال. ما هذا على نولك الابيض الممسحة والله قتلوه. والله صدق جوني يا ولد طقطق عليه شوف راح الجول قاعد يطالع اشوف. يمتلك الكرة مرة أخرى الريال على مسؤولية. ما شاء الله والله مدريد مع الغيابات كذي ما شاء الله والله شباب ما شاء الله صراحة ما
ما شاء الله عليه. ايه ايه ده ده شو اسمه المبسع شباب؟ هذا محمد وزان كباب كباب يلا محمد وزان كباب يا ولد بطيء طباخ التركي طباخ يا ولد طباخ والله ما يستاهل اسم الرسول كمدرب في الشامبيونز شنو طباخ يا ولد الراس خطيره وكازيميرو مؤقتا خطيره شوطه شوطه مش ممكن شوت شوت جو الله يبارككم اخ يا مصري اسجد اسجد لربك اسجد اسجد يا ابو مكه اسجد يا شيخ خرج روح بس روح يا شيخ والله بلعت 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 تخيل سنتين اثنين اثنين والله مدريد يروحون فيها والله بلعت بلعت الليفا خذاها خذاها اوف يا كروس اه يا راموس بندي يا الله ولعت فينيسيوس يا ولد انت صار لك مليون سنه ما تسجل يا عيال هذا بالسنتين ما يسجل جول واحد الحين خلص المقطع شباب السلام عليكم ورحمه الله تعالى اخواني الكرام ارجو ان تكونوا بصراحه يا شباب يعني الحين انت متخيل فينيسيوس بالسنتين ما سجل جول واحد الحين تقريبا شاب كامل 45 دقيقه سجل جولين بصراحه الجول ده كل واحد الحين ثاني خصوصا الجول الثاني نها وكذي راح دفاع ليفربول طباخ خصوصا هذا كباب شو اسمه كباب طباخ والله طباخ تركي روح اطبخ لك كباب روح فبشباب اتمنى عجبكم ردة فعل لا تنسون لايك وشير وسبسكرايب الانستغرام حقي تلاقونه تحت بالوصف الف مبروك جماهير ريال مدريد هارلك جماهير ليفربول ونشوفكم في مقطع باكر واقترب الكلاسيكو تعالوا يا مدريد نبيكم لا احنا نروح لهم على ملعب الفيردي ستاديانو اوكي احنا رايحين لكم يلا انتوا ناطريننا يلا الحين بالاقلاع دقيقه الحين وصلت الطياره يلا مع السلامه شباب مع السلامه